السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناة إيمان عبد الحميد. النهاردة أنا والبحر وبس. الجو رائع جدا جدا، مفيش أروع من كده. البحر هادي في الشتاء، مفيش تقريبا حد خالص في البحر. في شهر يناير مفيهوش حد، ليس هناك مجنون سواي. يعني أعتقد أن أنا المجنونة الوحيدة اللي في مطرح بتنزل البحر في الشتاء. أنا الحقيقة خطر لي أن أنا كنت بمشي على البحر وبجري، وبعدين خطر لي أن أنا أصور فيديو قصير لكم عن البحر في وسط في شهر يناير. يا ريت تكونوا سامعين صوت كده. هو البحر اساسا صافي جدا جدا جدا، وصوته رائع ورايق. ادي كده البحر بيعكس الشمس عليه بشكل جميل قوي. يا رب تكونوا شايفين قد ايه البحر الشمس جايه عليه وعامله منظر حلو قوي. ده كده شكل البحر في شهر يناير. انا مبسوطه قوي ان انا قابلتكم في الفيديو القصير ده. لو عجبك الفيديو هتعمل لايك وتنورنا باشتراكك في القناة، وكمان احنا بنتقابل كل يوم في تمام الساعة 8. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هقابلكم غدا ان شاء الله في تمام الساعة 8. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وامنه.